اوكي صباح الخير. سو العلامات لسه ما جهزت، العلامات ان شاء الله يوم الاحد، لانه في ناس طلبت انه يكون الويكند تاعهم ويكند حلو. لسه الاصباط ليوم 21 فعندكم وقت، يعني هوبفولي بكون عندكم بلنتي اوف تايم تو ثينك. يعني مفكر في الموضوع. يس عارفين. لا لكم حق انه تشوفوا علاماتكم من 60 لانه قبل موعد الاسقاط، يعني هذا حق كل طالب. هلا في زي ما حكيت انه هوبفولي في كمان هوم ورك، فالعلامات اللي من 60 ما حتكون بتشمل هذا الهوم ورك، يعني حتكون بدون الهوم ورك، لانه الهوم ورك غالبا ما حتشوف علامته. حيتسلم لاخر يوم وبعدين التي اي مثل ما صحح بصحح، فبيسكلي علامه الهوم ورك بس هذا بتكون ناقصه من علامه 60. اوكي والتصحيح سو فار از جوينج يعني ويل. علامه كيف الاجوبه؟ ويل يعني هلا الوردة يعني سؤال الليست كويس، يعني كثير جايبين 23 من 20، كثير جايبين 20 21 19 18. سؤال الليست، سؤال الكيوز اسوء مما توقعت، يعني سؤال الكيوز سهل بس يعني مثلا اسئله انه ايش بصير لما الان كيو يكون اد تو هاد ولا، هذا السؤال كثير يعني مخطئين فيه. سؤال الكود كمان يعني ابداع، سؤال الكود ابداع رسمي يعني من المشاكل اللي كثير 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 متكرره، يعني جزء اكثر من نص الطلاب بيعرف كيو، بيعرف له كيو ويشتغل على هذا الكيو اللي معرفه، ما بعرف ليش. كثير يعني المفروض انك انت الكيو مش هي ممبر فانكشن، المفروض انك انت تنقل الالمنتس اللي من الكيو وتحطها في الاريه صح؟ كثير بيعرفوا كيو بصير يحدث من هذا الكيو يشيك على هذا الكيو انه هو امتي ولا لا مش عارف ايش، اي هاف نو ايديا واي. وفي كثير بيعرف ستاك بصير يحط في الستاك فرح، كثير كمان بيعرف ستاك بصير يحط ستاك ما بعرف ليش، اي هاف نو ايديا واي. اوكي في يعني ما بعرف ليش، يعني هذا السؤال كان يعني اسوء مما توقعت. اليوم الصبح واحد ضحكني بس اخذ علامه كامله، اوكي اخذ علامه كامله بالسؤال من الجلاد اللي اخذوا علامه كامله بالسؤال، بس عرف كيو وسماه باسمه واشتغل. خلينا نقول اسمه احمد، اف احمد دوت از امتي احمد دوت دوت دي كيو احمد دوت. اوكي يعني كان شيء جميل بس اخذ علامه كامله بالسؤال. anyway. بقى مع اول مره بحياتي بشوف حدا لما يبرمج بيسمي اسمه غير بس باسمه. اوكي سو المحاضره الماضيه بدنا نحكي عن اليو اي دي تي، كان البريوريتي كيو، بريوريتي كيو. حد يذكرنا بسرعه شو يعني بريوريتي كيو؟ نعم ممتاز. كل element إله value و priority. Basically highest priority is first out. هذا يعطيني application لهذا، application مفيد. Okay؟ application مفيد لـ priority queue. application general يعني؟ Yeah, يعني وين أنا ممكن أستخدم شيء زي، لأنه هذا ما تناقشنا شو يعني priority queue، شو الـ operations تاعته، وإيش يعني priority queue، فبيسكلي should be able to tell me يعني وين أنا ممكن أستخدم priority queue. في الديستركتور ليش؟ عشان ما يديليتس يديليتس كل اللوكال فاليوز اول او ايش اللي انه حدا يديليت. اوكي كان الديستركتورز بتاع الفاليوز في اللوكال فاليوز بتنادوا باي ترتيب؟ عكسي صح؟ يعني اول واحد تعرف هو اخر واحد بتنادى الديستركتور تبعه صح؟ اوكي فبيسكلي نو عندي يمكن لما نحسب مثلا عمليه حسابيه بس في اقواس في ضرب وفي قسمه ابصر شوف مثلا بريورتي للضرب بعدين بريسيدنس يا اوكي ممكن هلا هو حاليا بنعمل يعني بيسكلي هاي بتعامل معها بشكل مختلف بس على الاقل يعني اي ود يعني سي انه ماشي الحال الفكره انه في بريسيدنس ل اوبريتورز اوفر اوبريتورز ثانيين بغض النظر ترتيبهم كيف ماشي ممكن
بس الابلكيشن سهل كثير. احنا ممكن نحكي عن قلتوا لي انتم هذيك المره انه من الابلكيشن ستات الكيو البرنتر صح، انه اول برنت جوب بيجي هو اول برنت جوب راح ينطبع صح. بس ممكن يكون في بريوريتي كيو، يعني انه في القسم اذا في عندي برنت جوبز كثار بس بيجي برنت جوب من رئيس القسم هو اول جوب بينطبع والباقي بيكون لهم نفس البريوريتي، بس البريوريتي بتكون بناء على وقت الوصول. فاللي وصل اول هو البريوريتي تاعته اعلى صح، هذا الكيو العالي العادي. بس في مثلا ناس معينين لهم بريوريتي اعلى اوكي، ممكن انه يكون في مستشفى نظام الكيوينج سيستم اللي موجود فيه بناء على الحاله قديش صعبه، فاللي حالته اصعب بيجي قبل حتى لو اجى متاخر، اللي حالته اصعب بيجي اول صح اوكي. هلا في البروسيسز كمان لما انت يكون تعمل سكجول للبروسيسز، انت عندك البروسيس الاول الثاني الثالث الرابع، ممكن يعني مطلوب هذا الكوماند وبعدين هذا وبعدين هذا وبعدين هذا، المفروض انه بالترتيب هذا صح. بس في كوماندز ممكن تنط عن كل هاي الكوماندز وتتشغل صح. حكينا احنا البفر تبع السي اوت انه في كيو صح، لما تعمل سي اوت بيعدي بالكيو صح اوكي. جربتوا تعملوا سي ار بدل سي اوت؟ سي ار اوكي هي نفس السي اوت بس بيعطي بريوريتي عالي للشيء اللي بده يطبع، لانه ات از سبوست تو بي ان ايرور مسج. فانت ممكن تكون عامل سي اوت كثير بس بدون اند لاين، طبعا لانه الاند لاين بتفضل الكيو صح. فتكون عامل سي اوت كثير مثلا خلينا نحكي 100 سي اوت وبعدين جاي عامل سي ار، تلاقي هذا المسج طلع قبل من كل هذا او طلع بالنص. ايش السبب؟ لانه هذا له بريوريتي اعلى من الثانيين فبيجي على الكيو بنط فوقهم كلياتهم اوكي. ف يس البريوريتي كيو الاستخدامات كثيره كثير كثير اوكي. وخاصه في بعض الالجوريثمز، يعني في عندنا الالجوريثمز عشان اقدر اعمل الالجوريثم زي ما شفنا احنا البي اف تي، عشان اعمل بي اف تي استخدمت كيو. في عندنا الالجوريثمز عشان اقدر اعمل الالجوريثم بيستخدم بريوريتي كيو، بيستخدم بريوريتي كيو فهو مفيد. هتشوف الكورس الالجوريثمز امثله على زي هيك، هتشوفوا امثله على هيك. ناو عشان نتذكر بس بسرعه، ناو كل element موجود فيه حكينا value وpriority صح. ناو بس عشان نسهل على حل الشغل من الان وصاعدا، الفاليو هي نفسها البريوريتي طيب اوكي. انا مش حابب احط value وpriority، هسهل على حالي. حاجه احكي لك، عندك كيو موجود فيه 7 و8 و1 و2، معناته انه الاثنين البريورتي تبعتها 2 والواحد البريورتي تبعته 1 وهنا 8 وهنا 7. وحكينا انه انا في عندي ماكس بريورتي كيو وعندي من بريورتي كيو صح؟ ومن بريورتي كيو، الماكس بريورتي كيو هنا حيطلع لي الاول 8 والمن حيطلع لي الواحد. جود، ليتس اسيوم انه البريورتي هي الارايفل تايم. الارايفل تايم يعني متى وصل تمام، وانا عندي ماكس بريوريتي كيو، يعني هذا وصل في الوقت 2، هذا وصل في الوقت 1، هذا وصل في الوقت 8، هذا وصل في الوقت 7، وانا في عندي ماكس بريوريتي كيو. ايش حيصير؟ فيرست اند لاست اوت. ليش؟ لانه اول واحد وصل هو اول اقل زمن، اكثر زمن هذا اخر واحد وصل. ممتاز، يعني هون هذول 2 1 7، يعني خلينا نحكي انه وصل اول شيء 1، بعدين وصل في الوقت 2، بعدين وصل في الوقت 3، بعدين وصل في الوقت 4. هلا مين اول واحد حيطلع؟ الاربعه، وبعدين 3، وبعدين 2، بعدين 1، يعني زي كانه ايش؟ ستاك صح؟ يعني ممكن تحكي انه الستاك هو بريورتي كيو وماكس بريورتي كيو، وين البريورتي هي الارايفل تايم صح؟ طيب لو كان الارايفل تايم هو البريورتي بس عملت من بريورتي كيو ديفولت كيو ممتاز، ديفولت كيو. ليش؟ لانه هذا اول واحد وصل، بعدين هذا، بعدين هذا، بعدين هذا. مين اول واحد حيطلع؟ الواحد، بعدين الاثنين، بعدين الثلاثه، بعدين الاربعه. فالبريورتي كيو هو يعني اتس جنرال كونسبت، اتس جنرال اي دي تي اللي ممكن نعمل امبلمنتيشن باكثر من شكل. اوكي، الاوبريشنز اللي عندنا حكينا عندنا ان كيو وعندي دي كيو وعندي جيت فيرست. ناو هذول الاوبريشنز تبعون الكيو العادي، والاوبريشنز تبعون الكيو العادي بالعاده بنستخدم منهم هذول الاسماء، although في ناس تستخدم اسماء ثانيه، ممكن بدل الكيو تستخدم كلمه بوش باك ولا بوش فيرست او شيء زي هيك. ناو بس كل الناس بتفهم انه ان كيو دي كيو جيت فيرست شو معناهم بالكيو. however في البريورتي كيو في اسماء كثيره مستخدمه، يعني الان كيو بالنسبه لنا شو هي؟ شو الاوبريشن تبع الان كيو؟ انه نحط
هلا في ناس بتسمي ان كيو انسرت وذ بريورتي. اوكي لو شفت انت انسرت وذ بريورتي وما انا ما حكيت عنها المفروض تفهمها صح؟ ممكن ناس تسميها اي شيء ثاني. المهم بالنسبه لنا انه في عندي اوبريشن هي انسرت مع بريورتي وذ بريورتي. الدي كيو بالنسبه لنا شو هي؟ اوكي ريموف مش اللاست لا يعني ريموف الهايست بريورتي. اوكي هلا ريموف الهايست بريورتي ممكن تكون الهايست بريورتي هنا اللي هي الماكسيمم فاليو، ممكن تكون الهايست بريورتي هي المينيمم فاليو. اه يعني دي كيو هايست بريورتي. اه اوكي يس دي كيو دائما الهايست بريورتي. هلا في ناس بتسميها اكستراكت من او اكستراكت ماكس. شو يعني؟ يعني احذف. اكستراكت يعني احذف تمام. فهنا راح احكي انا ديليت المين او الماكس فاليو بريورتي. اوكي ديليت خلينا نحكي يلا اوكي الاليمنت ويز ذا هايست بريورتي. وعندي الجيت فيرست. هذا الاسم مش مستخدم كثير في البريورتي بداله مستخدم اكثر جيت من او جيت ماكس. اوكي جيت من و جيت ماكس هيك بصير هذا اسمه اكستراكت من او اكستراكت ماكس. وهنا جيت من جيت معناته بس اعطيني اياه بدون مرحله. اوكي فهنا ريتيرن بدون حذف ريتيرن هذا الكلام. اوكي الاليمنت ويز الهايست بريورتي. ليش الكيو حطيت انه الهايست بريورتي اللي هي اعلى اولويه ممكن تكون لاقل قيمه ممكن تكون لاعلى قيمه على حسب هو ماكس في بريورتي او من بريورتي. اوكي طيب هلا حكينا المحاضره الماضيه انه انا اي كود امبلمنت البريورتي كيو باشكال كثير كثير. اوكي واقترحت اكثر من شكل. اوكي هلا راح احكي انه انا في عندي الان كيو وعندي الدي كيو وفي عندي اللي هي خلينا نحكي الجت من مثلا تمام. والاقتراحات اللي كانت المحاضره الماضيه ايش هي؟ كان انه ممكن اعمله على شكل اري وممكن اعمله على شكل ممتاز صوره الاري وممكن اعمله على شكل ليست. شو يعني ليست؟ دبل لينك ليست. مرتبه ولا مش مرتبه؟ خليها على جنب. اوكي ايش كمان كان عندنا اقتراح؟ كمان اقتراح باينري سيرش. خلينا نشوف الاسيمبتوت كومبلكسيتي تاع كل واحد من هذول الاوبريشنز على كل واحد من هذول الداتا ستراكشرز. لو عملنا اري الان كيو كيف حيكون؟ جست اد صح؟ اد ورايفر بوصل ما اي دونت كير المهم حط صح؟ فايت از اول اوف وات؟ 1 والدي كيو ريموف لاست ري. اوكي ريموف بدي ادور على الهاي سبيورتي I have to do a search. صح؟ هو مش مرتب. فأنا I have to, it's all what? N. والجت من؟ برضه open. لأنه هاي وهاي نفس الشيء بالضبط بس واحدة بترجع والثانية بتعمل دي. اوكي او N. Now basically الدي كيو حتدور وحتلاقي ولما تلاقي وبدها تحذف لازم تعمل شيفت كمان. صح؟ لازم تعمل شيفت هي او N زائد او N. طيب. Now sorted array. او of one. الان كيو لا او ان بدي ادور عشان اعرف من الاقي. طب مش ممكن استخدم باينري سيرش عشان اعرف من احطه؟ ممكن استخدم بس الباينري سيرش ليش مش ممكن؟ لا صورة الاري هلا صورة الاري فانا بدي ادور وين احطه فعندي هم مرتبين بدي الاقي له المكان الصح ممكن صح؟ بس لما بدي احطه ايش بدي اسوي؟ اعمل شيفت وبجوز اعمل او اوف ان. فاستخدمت باينري سيرش ولا ما استخدمت؟ اتس او اوف ان. اوكي؟ فهون عندي الان كيو حيكون او اوف ان بس الدي كيو او اوف 1 ليش؟ لانه مرتب فراح اروح على اخر واحد. اول لا اول واحد حيضطرني اعمل شيفت. اوكي؟ فانا بدي اضمن انه ارتب الفاليوز عندي بحيث اللي احذف واحذف من الاخير مش احذف من البدايه لانه حذف من البدايه حيضطرني اعمل شيفت. يعني يا ما يكون مرتب صغير اوكي اذا كان من بريورتي كيو فبخلي اقل قيمه من الاخير.
اذا كان ماكس بريورتي كيو بخليه اكبر قيمه بالاخير، فانا عندي هون راح اخليها او 1 والجيت من كمان او 1. طيب البي اس تي الان كيو او لوج ان، ممتاز. ليش؟ لانه احنا ما بنسالش عن مكان يوصل عنده، فايت از او لوج ان. بس عشان اكون دقيق راح احط هون انه ات از بالانس، ات از بالانس. اذا كانت بالانس فيس الان كيو او لوج ان والدي كيو او. ليش لوج؟ دي يدور على الماكسيمم. كيف بيدور على الماكسيمم؟ بيقول يمين 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 يمين، فاقصاها حيكون الهايت، والهايت في البالانس تري هو لوج. طيب والجت من؟ برضو لوج، برضو لوج. اوكي؟ فانا واضح عندي تو ان اكستنت انه مين احسن داتا ستراكشر ممكن استخدمه عشان اي امبلمنت البريورتي كيو. بي اس بي اس تي ولا صورت الاداء؟ لا بي اس تي. اوكي ناو السورس الاري احسن من الدي اس تي في الدي كيو والجيتمنت صح؟ احسن الان كيو والان كيو؟ البي اس تي احسن. الان كيو هنا لوج ان احسن. ناو الفرق بين الان واللوج ان كبير كبير، بس الفرق بين اللوج ان والواحد ماشي حاله. هلا اذا راح اعمل كثير ان كيو دي كيو ان كيو دي كيو ان كيو دي كيو راح يبين معي انه هذا افضل، لانه عندي كثير ان اوبريشنز وهنا حيكونوا كلهم لوج، فحيكون هذا احسن. بينما اذا راح اعمل ان كيو كثير مش حاعمل اي دي كيو او حاعمل دي كيو مره ولا مرتين، فبجوز الاري العادي يكون اسرع بجوز. اوكي بس هي الفكره انه البي اس تي اللوج لوج كويس، يعني 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 لوج المليون ستة إذا كان البيس 10، إذا كان البيس 2 64 لا لا ما حدا فيكم. شو السؤال؟ مش سامعين أصلاً. إذا كان حجم البي اس تي مليون فيها مليون نود، لوج الان قديش؟ اوكي بعدين 16 اوكي انا ما راح اجاوبك لانه كثير عملنا الموضوع. اوكي يعني حسبناه كثير، لازم تقدر يعني اللي حكى لي 64 في عنده مشكله بالتقدير، لانه ال عشان تعرف عن جد شو هي اللوج اذا متذكرين حسبنا حسابات كثيره، لازم تكون تقدر تقدر انت اللوج قديش عن جد كم اوبريشن. واي اقل من 64، اقل كثير، اقل كثير. فا اوكي بصير تروح على البيس 6 6 لما يكون اللوج بيس 10 بيس 10 لما يكون البيس 2 اوكي بدي اياكم تجربوها بس عشان تشوف الرقم قديش. الرقم جدا صغير جدا صغير، فما بالك لما تكون البي اس تي حجمها 100 ولا حجمها 1000 ولا حجمها زي هيك؟ حجمها 1000، طب يلا سهل 1000 بالنسبة لكم سهل. ايه؟ 10 ليش؟ 2 4 6 2 4 8 12 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 هتكون قريب ال 20. هلا المليون قريب ال 20، فبيسكلي عشان زي كده بقول لك انها قريبه من الاول 1 قريبه، يعني مش هالعدد الاوبريشنز الكثير. فلا بي اس تي احسن وحده هون. لو احنا هسه حنطلع على انذر داتا ستراكشر اللي هون يكون عندي لوج ان وهون لوج ان وهون او 1. اوكي حنطلع على انذر داتا ستراكشر اسمها اللي هي لوج 1. اوكي
فهي احسن بشويه من الدي اس بي صح. هاوفر من ناحيه الداتا ستراكشر هذا ككونسبت كامبلمنتيشن اسهل من البي اس تي. البي اس تي عشان اقدر اجيب هاي فلازم اعملها بالانس مع روتيشنز صح، ولازم اضمن انه كل نود على الشمال اصغر من النود اللي هي البيرنت، والبيرنت يكون اصغر من اللي على اليمين صح. ناو انا راح اخلي في الهيب هون في هذا الداتا ستراكشر هذول ريستريكشنز اقل، الريستريكشنز حتكون اقل والكونسبت راح يكون اسهل، ومع ذلك I'm going to get something that is as good as the BST one و better than the BST getting the min. ناو شو يعني الهيب بالعربي؟ هيب شو الهيب؟ اشرح لي بالانجليزي. It's something I have a heap of أشياء. إيش بقول؟ heap يعني common. Okay heap يعني common. Now اللي حيصير عندنا حنعمل comment nodes وراس الcomment حيكون هو the highest priority. هلا أنا عندي بال BST the highest priority وين موجود؟ تحت صح؟ لازم أنزله. فthat's why عندي log n عشان أوصل له. بينما في الهيب راح يكون الهايست بريوريتي اكزاكتلي حيكون الروت هو حيكون راس الكومنت، فراح يكون عندي اونلي نوينج هذه الفاليو حتكون او اوف 1 اوكي حتكون او اوف 1. فخلينا نشوف ايش هو الهيب. ناو الهيب از سمبل، الهيب از ا باينري تري وين هو باينري. اوكي سليم يا سؤال هلا الروت حقت اللي هو الماكسيمم فاليو يعني يا بتكون المينيمم فاليو او الماكسيمم فاليو على حسب هو من من نسميه من هيب ولا ماكس هيب. اوكي يعني احنا اذا قلنا ماكس هيب يعني بصير فانكشن جت ماكس. اوكي ناو بما انه انا في عندي من بريوريتي كيو ماكس بريوريتي كيو برضه انا في عندي من هيب وماكس هيب. من هيب وماكس هيب، الماكس هيب حتكون اكبر قيمه هي اللي في الروت، والمن هيب اصغر قيمه هي اللي فوق. اوكي خليني اعرف هنا الماكس هيب. الماكس هيب از ا باينري تري وير افري نود از لارجر ذان اتس تشيلدرن وبس، كل نود اكبر من اللي تحتها. طيب اللي على اليمين شو علاقه الفاليو اللي على اليمين باللي على الشمال؟ ما اي دونت كير. في البي اس تي لا في علاقه. هون في اي دونت كير، المهم اللي فوق اكبر من اللي تحت، واللي هون اكبر من اللي تحت، واللي تحت اكبر من اللي تحت، واللي تحت اكبر من اللي تحت، وذاتس ات. اوكي؟ هلا في هذا بنسميه يعني يعني اتس بروبرتي ترتيبيه، انه كيف رح يكونوا مرتبين الفاليوز. هلا في عندي بروبرتي بنائيه ستراكشر، انه كيف لازم يكون شكل التري. لازم عندي تكون all levels are full except last level. The last level حتكون filled from left to right. From left to right شو يعني؟ يعني خلينا نطلع على هاي التري. Now this is a binary heap. بدون ما اطلع على الفاليوز لسه ما شفت الفاليوز بس انه بيوافق البروبرتي هاي صح؟ الليفل الاولى ما بتوسع الا نود فيها نود، الليفل الثاني ما بتوسع الا تو نودز فيها تو نودز، هاي اخر ليفل وعندي النودز معبيه من الشمال لليمين تمام؟ Now اذا كانت عندي التري زي هيك بطل هيب تمام؟ بطل هيب. فأنا I have to fill from left to right. But this is a heap. هيك it is a heap. هيك it is a heap. بعدين إذا بدي أزيد بزيد من هون ببدأ أزيد من الشمال لليمين. نعم هون أعطيت 10 11 12 لا لا مش فاهم فرق شو أوكي. أنا كنت بدي أسألكم هذا هيب ولا لا؟ بتقولوا لي لا. اوكي هون ايش حكينا؟ every node is larger than or equals to
تويتس تشلنج ممكن يكون نفس اللود مافنش في ال اوكي. فلو انا حطيت 20 وهنا مثلا 10 15 وهنا 5 وهنا مثلا 7 وهنا 1 وهنا تحت ال 15 حطيت 10 و 9 اوكي. هلا انا هنا اول شيء اتفقنا انه هذا يعني اوبيز الرول هذا بضل عندي هذا الرول انه كل نود اكبر من الشلد. فال20 اكبر من 10 و 15 يس، ال10 اكبر من 5 و 7 يس، ال5 اكبر من 1 يس، ال15 اكبر من 10 و 9 يس. بس هلا ممكن يساويها يعني عادي لو كان هون عندي كمان 10، لو كان هون عندي 10 فال10 اكبر من او تساوي ال10 و 9 فذيس از فاين. ذيس از اولسو ا باينري هيب اوكي. ذيس از ا باينري ماكس هيب. لو بدي احكي عن المين هيب فانا راح احكي انه الفاليوز اللي هون يكونوا اصغر من اللي تحت. تمام عندنا؟ يس. يعني اذا بدي اضيف كمان نود حضيف من هون، واذا اضيف اللي بعدها هون، بعدين هون، بعدين هون، بعدين هون، بعدين هون، بعدين هون. يعني ما بصير يكون عندي شيء زي هيك. هيك ما بصير، لازم اللي قبلها يتعبها قبل ما يتعبها. عادي انا لسه ما عندي شيء وحده وخلص. نعم؟ عادي انا لسه ما عندي نود، بس لازم عندي الخمسه. لازم تكون عند الخمسه اه. ما عندي السبعة واحدة، يعني المهم from left to right. It's filled from left to right. Okay. Now, let's see كيف أنا ممكن أعمل operations هذول اللي هم NQ و DQ get min. هلا get min واضحة عندي إنه راح آخذ الروت وأرجع. Okay، راح آخذ الروت وأرجع. Now let's think of the NQ. كيف ممكن أضيف نوع جديد؟ نعم؟ اوكي الجت ماكس عندنا. طيب ايش حكيت من المنت؟ ليش ماخذ ال 20؟ نعم؟ حكيت انه المنت ناخذ بس ال 20. مش المنت، مش المنت، جت ماكس. جت ماكس. اتس ماكس بيوتي. يعني لسبب ما اغلب الهيبس اللي انا كنت اشتغل فيهم دائما من هيبس، دائما من هيبس، دائما بطلع المينيموم، فدائما لساني ماشي على من هيبس. نفس الكونسبت بالضبط، يعني لو كان من ولا ماكس وقلت لك شوف ترى اللي جاي في الامتحان هو من هيب ولا ماكسي ما مش معلومه حتفيدك ابدا، يعني زي كانه بقول لك جاي بي اس دي في ال ف اتس ذا سيم. ناو ليتس ثينك اوف الاي كيو. ناو الاي كيو راح اضيف فاليو. لما اضيف فاليو لازم اضمن شغلتين، لازم اضمن انه هاي البروبرتي ما تخرب وهاي البروبرتي ما تخرب. هلا احنا هاي بالعاده لما تسمع واحد بيقول لك you should not violate the heap property بالغالب بتكلم عنها اوكي الهيب بروبرتي. فانا على الهيب بروبرتي لازم ما تخرب ولازم كمان الاستراكشر تاع التري يظل صح. لا اول شيء بشوف اذا اخر ليفل فل اوكي لازم نشوف القيمه اذا اكبر من واذا كان فل اذا كان فل يعني بظن انه على الليفل اللي تحته باخر نود على الشمال تمام. واذا ما كان فل اذا ما كان فل انه بيسكلي يعني الفكرة انه راح اشوف انه في مكان راح احط فيه صح؟ اللي هو يعني يا هون اذا كانت هون المهم بدي اروح يعني من الشمال لليمين اذا كان خالص حاجة ما في مشكلة. المهم يعني نحكي انه راح الاقي المكان اللي بدي احط فيه، وين المكان اللي هون بدي احط فيه؟ هون بس طيب فانا let's say انه انا حكيت ان كيو let's say انه انا حكيت ان كيو 31 ليش مش 30 مش عارف 31 اوكي. ناو ان كيو 31 وجيت عشان ما اخرب هاي البروبرتي حطيت هنا 31 لازم نتاكد انه خطا اول شيء اوكي. هلا هلا هيك صارت عندي هاي البروبرتي خطا صح؟ فايش اسوي؟ تاكد بمشي لازم تاكد بالقرار يا بتعمل سيرش يا تاكد من البيرنت اوكي تاكد من البيرنت ايوه طلع مش مظبوط رائع بتحط الروت اشمعنى بتحط الروت؟ كيف عرفت انه في الروت بدي احط؟ اوكي هي الماكس كيف عرفت انه هي الماكس؟ يعني انت طلعت هيك بعينك وشفت الشجر كلها وقررت بس كالجوريثم ما بزبط. فحصت الروت ايه؟ فحصت الروت مع الروت مباشرة تفحص مع الروت؟ طيب ولو ما كانت اكبر من الروت؟ تنزل اوكي انا شو رايكم نطلع الدور؟ اوكي شو رايكم نطلع الدور؟ اشوف انه ال 31 اكبر من اللي فوقها؟ اذا اكبر بدل تمام؟ فراح امسح من هون الخمسه، احط هون الخمسه واحط هون 31. بعدين بسال هل ال 31 اكبر من ال 10؟
يس فمعناته راح احطه انا 31 راح احطه انا العشرة بعدين 31 اكبر من العشرين يس فراح احطه انا 31 وراح احطه انا 20 بعدين وصلت للروت فراح اوقف تمام خلينا نعمل ان كيو هسه نعمل ان كيو للعشرة اوكي يس ولا اي شيء يس ذاتس واي ذاتس واي اتس جود يعني هي مش كثير البرفورمانس تبعها احسن من البي اس دي بس بيسكلي الايديا تاعتها بسيطه كثير جدا سهل فانا لو جيت قلت لك يلا اعمل ان كيو للعشرة ان كيو للعشرة وين راح احطها؟ راح احطها هاي 10 بعدين بقارن العشرة باللي فوقها وسوار راح احط هنا 10 وهنا 7 قارن العشرة بالعشرين لا ستوب فانا ممكن ايش يعني الاي كيو راح احكي واي اول شيء راح احكي طبعا انه اد ذا نيو نود بدون ما انه انا اخرب هاي البروبرتي يعني بدي احطها في مكانها الصح هلا بعدين راح احكي واي واي وات واي بس نود اقصر اصغر من النود اللي بعديها في المحلها او سؤال واي طيب احكي هاي واي واي ذس فال Okay. Less than parent van. Why أكبر من parent van؟ أكبر من what؟ صح. Why node أكبر من the parent؟ هلا هذا كله سودوكود. Okay. Why node أكبر من the parent؟ Swap. Swap with parent. نحط if إذا كان الروت. ممتاز. With parent. Okay. ممكن نحكي why node أكبر من the parent and Node is not root, and the node is not root. Swap with parent. You see? ممكن نحط كمان إنه إذا doesn't equal the parent عشان ما يعني. هلا أنا بحكي why طالما النود أكبر من parent. عارف إذا كانت تسويها ما حيعمل swap. صح؟ فwhy the node أكبر من parent? Swap. بسيطة. إيش اللي اسمه total complexity؟ أو فلوجين. لوجين واضح إنه لوجين ليش؟ لأنه بس عدد الهاي. لأنه أقصى هاي فوق. وهاي التري هي شبيهة جدا بالكومبليت تري صح؟ This is 100% بالانس هاي. هاي بالانس أكيد إنها بالانس وشبيهة كثير بالكومبليت تري. يس. أوكي. هلا تمانج هذا الآد تقدر أنت تتعامل معها بشكل مختلف. يعني تقدر إنك أنت تخبي بوينتر لآخر نود أنت وصلت عندها وتطلع وتصير تحط هون هلا إذا كانت هاي هي الرايت تشايلد بجوز تطلع مرتين وتنزل صح؟ أقصاها عشان توصل لهذا المكان أقصاها عشان توصل لهذا المكان بدك لوجن أقصاها بدك لوجن فأنت بيسكلي يو ستيل إن لوجن أوكي ناو نفكر بالديكي أوكي خلي هذا على جنب جيت قلت لها ديكي أو قلت لها إكستراكت ماكس أو extract max. هلا مين اللي الحين حذف؟ 31 أكيد الحين حذف 31 بس إني أحكي في 31 مشكلة صح؟ لأنه زي الديليت دبل صح؟ في عندي مشكلة فأنا بيسكلي بدي أحول المشكلة إلى إشي سهل بحط مكان النود اللي أكبر منها قصدي أنا يعني أكبر إشي معها زي الـ نعمله زي هيك أنا بيسكلي بدي أحول هاي المشكلة اللي هي مشكلة حذف هاي النود إلى حذف نود تاني أسهل. جود. مو قبل شوي لما كنا نعمل إنكيو كنا نعمل سواب إذا كانت أكبر. ممتاز. دائما نعمل هذا العكس إنه ناخذ الأكبر أكبر شيء أصغر منها. ممتاز. نعكس بيناتهم حتى ما نوصلهم للآخر وبعدين نعمل هذه. ممتاز. أوكي؟ ممتاز. This is one idea. هلا أنا ما راح آخذها هي زي ما هي بس راح أحكي الثاني يعني هلا اللي حكى جود تمام. راح أعمل شيء ثاني. لما تنحذف نود عندي أنا من التري يفترض انه نود اللي تنحذف اخر واحدة لازم السبعة لازم لانه حكينا احنا من ملي من الشمال لليمين فانا ما احذف لازم احذف من اليمين للشمال فلازم السبعة هي اللي تنحذف يعني I have no choice فلازم احذف السبعة فراح اشيل السبعة واحطها مكان الواحد وثلاثين هلا هيك انا حذفت النود الصح السبعة لساتها موجودة الواحد وثلاثين اختفت بس الهي بروبرتي از فايوليتد صح؟ فهلا بسوي اللي حكيته جود اللي هو ايش؟ برجع بنزل السواب هلا بدي اعمل سواب عشان انزل السبعه لمكان عشان انزل السبعه لمكان ناو اعمل سواب بين السبعه والعشره ولا العشرين؟ بفحص
أنا أكبر؟ ممتاز. لازم أشوف مين فيهم أكبر. ليش؟ ليش ما أطلع العشرة هون؟ لأنه هذا راح يصير في عندي مشكلة، صح؟ فبيسكلي أشوف مين فيهم أكبر، اللي فيهم أكبر العشرين بحط هنا 20، باجي هنا بحط 7، بعدين باجي مرة ثانية بسأل. لو عندي 10 و10 فأي واحدة doesn't matter، ممكن آخذ هاي ممكن آخذ هاي، أوكي؟ خلينا عشان دايما فول ترجع على الثانية، أوكي؟ نحط هنا 10 ونحط هنا 7، بعدين فول ما بينفع مش هي الفول بس يعني الليفت والرايت مع بعض يس، أوكي. فأنا هنا واحد خمسة صح، لأنه أنا هنا أكبر من الشدرن اللي تحت. أوكي. خلينا نعملها مرة ثانية على مين كيو. راح أحط هنا مين كيو. دكتور أنت هيك بس خربت الترتيب عادي، ما بتفرق إذا خربت. ما خربت الترتيب. كانت العشرة. أوكي. يعني. بس ما أوكي. أنا بدي أحط هنا values وبدي أعمل دي كيو 5-6-7 مرات ونشوف شو بصير معي. هلا خلينا نحط بس هنا values، عندي 1-2-3. 4-5-5-5. Is this a min Q? Min he? Is this a min he? Min. Yes, it is a min he. Now DQ half of min. 5 هاي. حطها هون عشان أحدث الواحد. فهي حطيت الخمسة هون. بعدين is this a correct min he? لا. فأنا have to swap بين مين ومين؟ مع الثلاثة صح؟ فحطلع الثلاثة هون الأصغر حطلع الاثنين هون وحط الخمسة هون بعدين ممتاز حطلع الأربعة وححط هنا الخمسة بعدين I stop صح؟ now الخمسة هاي كانت هون وإجت هون I don't care أنا وانت care about إنه المرة الجاية لما أعمل DQ يعمل DQ صح فالمرة الجاية لما أعمل DQ مين حيطلع؟ اثنين صح فمعناته الاثنين حتروح حتيجي مكانها الخمسة هاي راح أحط هون الخمسة وبعدين سواب مع مين؟ ثلاثة لأنه this is a min here أوكي؟ وراح أجيب هون الخمسة وهنا خلص الثلاثة وبعدين خلص now DQ again DQ مين حيطلع؟ ثلاثة هحط مكانها مين؟ هاي الخمسة صح؟ حط مكانها هاي الخمسة حلو اوكي؟ لا لا لو سواب مع مين؟ مع الأربعة هاجي هنا الخمسة وهنا الأربعة اوكي؟ لو if I DQ again هحذف الخمسة خلص حطها هون بعدين ما في شيء أسوي if I have to DQ هحذف هاي الخمسة وأحط مكان هاي الخمسة صح؟ اوكي؟ فهاي هتروح هتصير زي هيك بعدين هحذف هاي الخمسة احطها مكان هاي الخمسة لأن في الأخير بحذف هاي الخمسة فالطريقة اللي احنا ماشيين عليها تضمن لي انه كل element حيطلع بالبريورتي تاعته الصح هلا إذا في عندي two elements نفس البريورتي ما بهمني مين اللي يطلع قبل ما بهمني مين اللي يطلع قبل أي واحد يطلع فيهم قبل doesn't matter هلا الـ DQ ايش هي asymptotic complexity؟ DQ log n log n ليش log n؟ اوكي سواب يو اوبن سواب بس المشكلة انه راح اضلني اعمل عدد السواب سواب 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 بعدين اوصل للبيت فاقصاها راح امشي على الهايت كلياته فانت سوم تو بي لوج ان اوكي فانا واضح عندي انه عندي الان كيو والدي كيو الثنتين هم لوج ان والجت من هي اوف 1 خلينا نكتب بسرعه بس ك از نوتس يعني راح اكتب هنا ايش؟ اوكي راح اعمل ديليت لمين او كوبي او ايش سواب مين لا اوكي سواب روت وذ رايت موست نو صح اللي في اقصى يجي اوكي رايت موست نود ان ذا لاست ليفل اللي في اخر ليفل، اخر ليفل بروح على اقصى ليفل، طيب بعد ما اعمل سواب راح احكي ديليت اللي هي هذه رايت موست نود ان لاست ليفل بعدين
هلا راح اجي اعمل واي واي اوكي واي للنود خلينا نحكي واي للنود اللي هي ابتداء من الروت اوكي واي للنود هلا this is maxi اوكي واي للنود اصغر من طالما هو ماكسي فلازم يكون اكبر صح فطالما هو اصغر راح اعمل سوال صح فطالما النود اصغر من واحد من التشيلدرن صح طالما النود is less than one of the children swap with what معلش الصوت swap with what والماكس thank you swap with الماكس child okay swap with the max child حط هون شيء ثاني انه while node اصغر من one of the children والchildren are not not and so on مش عارف ايش المهم يعني انه رح ضلك تعيدها قبل ما توصل للاخير هلا هي بس كنوت سريع عشان انت تتذكر لانه احنا بالماده هاي بنطلب منك انك تكون عارف الكونسبت وتعرف الاسمتو كومبلكسيتيز ما بنطلب الكود اوكي ما بنطلب الكود عشان زي هيك بشكل عام الطلاب اكثر شيء بحبوني الشيء الوحيد اللي ما في كود في الماده الوحيد يس هلا بالمنهج بتضل تشوف اكتب السويفت انه ايفري نود سمولر ذان اور ايفن يس بتضل زي هيك روتيشن ما كتبنا لكم كود بس يعني لو شرحت لك كل بوينتر وين موجود المفروض تعمل ايه سواب للبوينتر الصح لانه انت بتعرف في الروتيشنز انه مثلا لو كان عندك هيك وهيك وهيك في عندك بوينتر هون بيأشر فانت عارف انه الروتيشن اللي هاي الجهه حيصير هذا البوينتر يأشر هون صح وبتعرفي انه هذا البوينتر حيصير يأشر على هذا فيعني انت الاوردر اوف الاوبريشنز بتعرفي بس بتطلب مني كاحط لك سؤال انه راح اضطر انه اشرح لك كثير انه كل بوينتر وين بيأشر وين موجود لانه لازم تكون في حاله معينه للتري عشان تقدر تعمل السواب بس يعني في السنتين الماضيتين ولا مره صرنا روتيشنز اوف الكود ولا مره صرنا بالعاده ما بنسال بالعاده بس لو سالنا عادي طيب سؤال سريع عن الطالب متوسط الذكاء اللي مره واضح حكينا عنه اوكي هذا الطالب ما بيعرف البي اس بي سورت بس برضه كان يعمل سورت بقى اللوجن شو كان يعمل مره واضح لا انا بسالكم شو كان يعمل كان بيعمل سورت بقى اللوجن بس مش بي اس بي سورت هيب اكيد لانه انا بحكي بحضرتك هيب صح فاكيد يس هيب بس كيف استخدم الهيب عشان يعمل سورت دي كثيرة ما كان يفرق معاه لا لأنه ما في أي ضمانة على ترتيب هون 7 10 9 لو كانت ماكس هي بيمشي بوست أوردر لا لأنه ما في ضمانة على شو ترتيب هذول الاثنين إنه يكون هذا أصغر من هذا أوكي؟ طب بعمل تشيك لوقت بعمل تشيك لوقت أنا وصلت في شيء أسهل هو يعني باري دايركت يعني سطرين سريع اول شيء قلنا نعمل دي كيو شو بيكون عامل؟ كيو صح؟ بكون عنده اري بيعمل اي كيو لكل الفاليوز في الهيب بعدين دي كيو بيطلع له هلا بيكون اذا بده يعملهم بترتيب من اصغر لاكبر فلازم يستخدم من هيب صح؟ بيعمل اي كيو لهم كلهم هي هيك او وات؟ اوف دور بعد كل اي كيو دي كيو لا استنى شوي عنده 1 3 5 7 8 0 عنده اري هلا بده يمسك كل واحد ويعمل ان كيو ان لوج ان هلا عندي ان فاليوز وكل فاليو بدها لوج ان عشان اعمل انسرت هلا هاي تذكروها يعني تذكروا اللي انا كتبته المحاضره الماضيه انه عشان يعمل انسرت للاولى عنده لوج 1 زائد لوج 2 زائد لوج 3 زائد صح فاحنا حكينا انه هاي سميشن اوف من الاي ايكوال 0 الى ان اوف اللوج اي هلا لوج الواحد زائد لوج الاثنين هي نفسها لوج الواحد ضرب الاثنين صح؟ فلوج الواحد
زائد لوج 2 زائد لوج 3 هي نفسها هي لوج الان فاكتوريال وحكينا انه هاي فيها ابروكسيميشن انه هي اتس او تان لوج ان فعشان يعمل انسرشن انه هذول كلهم لازم يكون ان لوج هي ان لوج بعد ما عمل انسرشن لما اقول له دي كيو بيطلع لي مين اصغر واحد بعدين دي كيو طلع لي اللي بعده دي كيو طلع لي اللي بعده دي كيو طلع لي اللي بعده هيك بطلعهم كلهم بترتيب صح كل واحد بطلع بحطه بالامام بترتيب بطلع هيك بطلع عندي ان لوج ان والدي كيو الوحده او وات دي كيو 1 لوج ان دي كيو لوج ان والدي كيو اللي بعدها لوج ان ماينس 1 والدي كيو اللي بعدها لوج ان ماينس 2 لوج ان ماينس 3 لوج ان ماينس 4 صح ففي الاخير حيطلع لي كمان ان لوج ان Basically, this is called what? إيش اسمه هذا؟ هيب سورت. اسمه هيب سورت. بس الهيب سورت بتاخذوه في كورس الالجوريزمز بنعمل مباشرة على الأريج. ما في داعي إنه ينعمل بباينري تري وبعدين يرجع وتعمل هاي الحركة. ممكن تعمله مباشرة على الأريج نفسه. بكون في شيء ثاني اسمه هيب سورت. بس it's not wrong إنك تسميها الطريقة اللي إحنا عملناها تسميها هيب سورت. نعم. يتمنى بيست. مش سامع لانه في بيحكوا كثير ولا الجيتمن بالبي اس تي ما نقدر نعملها او 1 الجيتمن بنقدر كيف نعملها او 1 نعمل كابت نمبر نقارن كل ما ندخل من الانسرت نقارن هاي سبلاتي ممتاز بعمل بوينتر دائما بيأشر على المينيمم ممتاز بعمل بوينتر دائما بيأشر على المينيمم والبوينتر اللي بيأشر على المينيمم بعمل له ابديت على كل انسرت بتصير بالضبط نفس بس التوتال كومبلكسيتي بتاعت الجيم بس الفكره زي ما انا حكيت انه البي اس تي زي بتمر كومبلكس فيها روتيشنز وفيها شغل كتير والديليت والانسرت وهذول كلياتهم بدهم روتيشنز فبيسكلي الهيب از سمبل اتس ماتش سمبل لانه انا عشان اجيب هاي الخاصيه ما بحتاج تعقيد البي اس تي هلا في كثير ناس لما يجي يحكي لك هيب بكون قصده بريورتي كيو لما يقول لك بريورتي كيو بكون قصده هيب ليش؟ لانه عندنا في الكمبيوتر ساينس كثير صار استخدام الهيب از بريورتي كيو والناس ما بتستخدم البريورتي كيو على اي داتا ستراكشر ثاني فكثير ناس بتخربط انت لازم تفرق بين الاي دي تي اللي اسمه بريورتي كيو وبين الداتا ستراكشر اللي اسمه هيب هذول اثنين منفصلين عن بعض تمام بس بسبب استخدامهم الكثير مع بعض انه الهيب از بريورتي كيو والبريورتي كيو امبلمنتد از هيب صارت الناس ما عاد تفرق بحكي لك هيب بكون قصده بريورتي كيو او العكس اوكي هيك احنا خلصنا الهيب المحاضره الجايه يوم الاحد ان شاء الله حنفوت في another data structure يعطيكم العافيه ونشوفكم على خير